قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهاتان السورتان تدلان على أن الاستعاذة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. الشاهد من ذلك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس.